اي احنا كان في اكتر من بوست على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت بينهم احد الفنانين مثلا معانا بوست لعمرو كمال، طبعا الكل عارفه، كاتب فيه جبت 90 جبت 70 جبت 40، المهم الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الاخر. الحقيقة هو برضو طلع بعدها فيديو اخر واتكلم انه هو يقصد ان المجموعة مش مشكلة، فاي حاجة انت هتدخلها المهم انك تبقى شاطر وتتخرج وتعرف تجيب فلوس بعد كده. الهدف بقى، هل فعلا ما عادش مهم المجاميع؟ لسه كان سيادة الوزير بيتكلم وقال اللي جايب 60% ده يعتبر شاطر جدا، وان 70% دول من المتفوقين. طبعا السنين اللي فاتت 60% ده كانوا بيقولوا عليه ايه ده ما جابش حاجة. فالمعايير في السنة دي اختلفت تماما. طيب تقولي ايه للتويتة او للبوست اللي كان كاتبه عمر، سوري عمر كمال، اي حاجة هتجيبها الشاطر اللي يجيب في الاخر فلوس؟ هو يعني ما قالش الجملة خطأ 100%، ولكن ولا قالها صح 100%؟ ولا قالها صح 100%. هو الفكرة طبعا ان احنا الحياة المادية بتمثل نسبة من نجاح الفرد، يعني كل ما الفرد بيقدر يوصل لحياة مادية مريحة في حياته كل ده ما بيمثل نسبة نجاح ليه. ولكن هل الحياة المادية بس هي النجاح التام؟ هل أصلا عمرو كمال ده مقتنع بنفسه، ولا عمر كمال مقتنع بنفسه ومقتنع بالحياة اللي هو حققها أو اللي هو ماشي فيه أو الطريق اللي ماشي فيه والثقافة لا، المحترمة انا شفت اللي له بيعملها؟ حوار مع احد المذيعين وقال له هو مش مقتنع بالطريق ده، وانه مش مستعد انه يقابل الله سبحانه وتعالى وهو في الطريق ده. يعني هو ما حققش ذاته، هو مش مبسوط من نفسه، هو ما وصلش للسعادة اللي أي حد بيدور عليها. هو الفكرة وما فيها، لو هو يعني البوست ده بيحتمل شقين، شق نفسي وشق مواساة. يعني يعني لو قلنا إن هو بيحاول يبرر لنفسه الطريق اللي هو فيه فالبوست بيحتمل المعنى ده. المعنى التاني اللي بيحتمله إن هو بيحاول يواسي يعني طلاب الثانوية العامة بالبوست ده. ولكن ان انت هم لسه حصلت على قدامهم الفلوس طريق ازاي؟ تاني وتقدروا تنجحوا فيه وتحققوا مكاسب بالظبط، بس مادية طريقك برضو. انت على فكرة، لان طريقك ده ما يعني ما اوجدش اي انجاز في الحياة العملية او الحياة بشكل لا، اوجد بعض الانجازات يا استاذه زي اسماء، زي ما ناس الألفاظ كتير هتقول لك المبتذلة دلوقتي. لا، والتوجيه. في انجاز، هو في حد ما يتمناش؟ رغد العيش، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما بنقرش على حد، رغد العيش اللي فيه عمر كمال وغيره من الفنانين في هذا المجال حقق انجاز، حقق حقق انجاز. الجانب المادي، وهل حلال او حرام احنا مش هنخوض فيه، ولكن لا طبعا، الجانب ما المادي نتكلمش على حقق. الحلال هو والحرام، بالظبط نتكلم على الانجاز. هو حقق انجاز مادي، لكن هو نفسه مش راضي عن نفسه. فاحنا بنقول لطلابنا اوجد لنفسك الطريق اللي تحقق فيه ذاتك، اللي تبقى راضي بيه عن نفسك حتى لو ما حققتش الجانب المادي. يعني انت دلوقتي كنت بتقولي الطالب عايز، يعني مش سعيد ان هو وصل للنتيجه دي، لكن تقدر تحقق السعاده في حياتك العمليه بعد كده. والسعاده مش دايما بتكون في الماديات او في ان انا وصلت لمستوى ايه او منصب ايه او الى خلافه، ولكن السعاده لها معايير كتير كتير جدا، وكل واحد في معايير بترضيه والتاني معايير تانية بترضيه وهكذا. فانت اقعد مع نفسك، حط خطة بديلة، ابتدي امشي فيها، حقق ذاتك. انا ما شفتش حد سعيد بجد قد اللي يقدر ان هو يحقق ذاته ويلاقي نفسه في شغله وفي حياته. فده اكتر حد بيوصل للسعادة التامة يعني. بالظبط، ومن بعدها